بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على البارت التاني من الكورس بتاعنا وهو السوليد دوزج فورمز. وفي السوليد دوزج فورمز عندنا فور مين شابترز: الباودر، الجرانيولز، التابلتس، والكبسولز. يبقى الكونفنشنال سوليد دوزج فورم انكلودز الباودرز، الجرانيولز، التابلتس والكبسولز، وهم دول الفور مين شابترز اللي بيتكون منهم البارت دوت اللي هو السوليد دوزج فورم. بصفة عامة لما نيجي نتكلم على معظم الدراجز والاكسيبينس ان جنرال، طبعا بيكونوا مور ستيبل ان سوليد ستيت اكتر بكتير من الليكويد ستيتس اللي بتفتقر الى البيرفكت ستابيليتي، او بنعاني دايما لما بنيجي نعمل فورميوليشن لسوليوشن سسبنشن ايمولشن من البور ستابيليتي. عشان كده البور ستيبل دراجز دايما بنعمل لهم فورميوليشن او بريباريشن في صورة solid dosage forms. طيب اول chapter عندنا هو الباودرز، وكلمة باودر او الترم دوت او الاكسبريشن ده ممكن استخدمه عشان اوصف physical form of material اللي هو عبارة عن ايه، اي باودر عندنا، او لما بشوف مثلا material عبارة عن dry substance composed of finely divided particles، وهنا اقصد بيه finely divided particles اقصد ان انا عامل لها size reduction، وده مهم جدا ان انا قبل ما اعمل mixing مهم جدا ان ال particle size بتاعي يبقى uniform، يبقى في size range قريب من بعضه عشان ال mixing procedure او ال mixing process تكون efficient، وده هنقوله في اخر المحاضرة ان شاء الله. طيب يبقى انا ممكن استخدم الترم ده عشان اوصف physical form material، وممكن استخدم الباودر expression عشان اعمل description لنوع او type of pharmaceutical preparation type of dosage form. يبقى لما اجي استخدم الexpression ده كلمة powder as finished product as dosage form، فانا هنا بقصد medicated powder intended for يا اما internal use، يعني مثلا الoral powder، او ممكن استخدم ده الباودر دوت اكسترنالي زي معظم التوبيكال والداستنج باودر، وهنشوف الاكزامبلز على كل الانواع دي كمان شويه. طيب لما اجي اعرف الباودر بنقول ان هو دوزج فورم كومبوزد اوف سوليد اور ميكستشرز اوف سوليدز ريديوس تو ا فاينلي ديفايدد ستيتس، واتفقنا وقلنا ليه بنعمل سايز ريدكشن. الميديكيتد باودر ده دايما بيكون انتندد يا اما فور انترنال او for external use. تعالوا نشوف examples على ال internal و ال external powder. For internal use أنا ممكن أستخدم ال powder ده orally، ممكن أستخدمه through the nose زي معظم ال inhalations أو بنسميهم ال snuffs، أو ممكن ال powder ده أعمله blowing. blowing يعني forcing أو نفخ، بنفخ الباودر ده، طبعا مش بنفخ بالماوس، لا ده بيبقى بديفايس معين هنشوفه دلوقتي اسمه زي البلاور اللي احنا بنستخدمه في البيت، او يبقى انا بعمل بلوينج للباودر ده انتو بودي كافيتي، وفي الحاله دي بنسمي الباودر ده انسفليشن. في كل الاحوال دي الباودر هو فينيشد برودكت. طيب فور اكسترنال يوز انا ممكن استخدم السوليد باودر ده على الكومبرومايزد ارياز اوف بودي او الافكتد ارياز الموجوده في السكن، يعني في انفكشن معينه ممكن استخدم انتي بكتيريال باودر على السكن، سواء في الانترن او سواء الانترنال او الباودر استخدمته انترنالي او اكسترنالي، فهو بالنسبه لي كده انا استخدمته كفينشد برودكت او دوزج فورم زي ما هو. طيب يبقى زي ما احنا شايفين كده ادي الانهيلد باودر زي ما انت شايف، والصورة اللي انت شايفها تحت دي بتمثل الانسفليشن باودر زي ما انت شايف في ديفايس البيشنت او الفيزيشن بيبدأ يعمل سكويزنج للبالب اللي انت شايفها. لما بيبدأ يعمل الفيزيشن سكويزنج للبالب ده بيعمل اير تيربلنس، يعمل فورسنج للباودر جوه الاير مثلا، ده بنسميه انسفليتد باودر او انسفليشن. طيب ممكن كمان استخدم الباودر as starting material وانا بحضر تابلت وانا بحضر granules وانا بحضر solution، يبقى انا ممكن استخدم الباودرز كمان عشان احضر pharmaceutical solution. pharmaceutical solution دي ممكن استخدمها topically، ممكن استخدمها orally، وممكن استخدمها as dushes زي الفاجينال دوشز مثلا اللي اخدناها الترم الاول.
يبقى انا هنا عايز اقولك ان مش بس الباودر بيستخدم ك finished dosage form finished product، لا ده الاستخدام الموست كومن الاكثر شيوعا هو ان انا استخدم الباودر ده as starting material. في ابلكيشن او في اديشنال ابلكيشنز تانيه للباودر، او ممكن استخدم او الباودر ده يبقى فيه بايو ادهيزيف ماتيريال. والبايو ادهيزيف ماتيريال دي زي كده ما واضح من اسمها ان هو عباره عن باودر، عبارة عن powdered substance. ال powdered substance دي لما يحصل direct contact between the powdered substance و mucous membrane زي البكال ميوكوزا بيحصل ميوكو adhesion أو bio adhesion، يعني الباودر ده يلزق على الميوكوس membrane. يبقى أنا ممكن أستخدم البايو adhesive material دي بعمل لها application على specific body area بحيث يحصل adhesion للميديكيشن for prolonged drug effect for sustained drug effect. تعالوا نشوف الكلام دوت او ناخد example على الكلام ده. خلينا نفهم الاول او قبل ما نفهم يعني ايه bio adhesive powder او bio adhesive material، تعالوا نفهم الكونسبت اوف بايو ادهيجن. البايو ادهيجن دي عباره عن ستيتس، بيبقى عندي تو ماتيريالز، وهنا اقصد بالتو ماتيريالز اللي هو واحده فيهم هو الباودر او البايو ادهيزف باودر، والماتيريال الثانيه هو البايو ادهيز او الميوكس ممبرين، تمام؟ طيب او البيولوجيكال ممبرين يعني. يبقى هنا بيقول لك ان البايو ادهيجن ده عباره عن ستيت ان ويتش تو ماتيريال اتليست واحد فيهم بيولوجيكال ان نيتشر اللي هو الميوكس ممبرين، التو ماتيريالز دول هيلد توجذر فور prolonged period of time extended period of time by interfacial forces. يبقى term bioadhesion بوصف بيه attachment of drug carrier system to specific biological location، ده اقصد بيه الميوكس ممبرين. غالبا البيولوجيكال سيرفيس ده بيتكون مثلا من epithelial tissue او من اي ميوكس كوت على السيرفيس اوف تيشو. هنا لو الادهيزيف اتاتشمنت ده تم على ميوكس ممبرين، هنا الفينومينا دي بقول عليها ايه؟ مش بايو ادهيجن بقى، بقول عليها ميوكو ادهيجن. طيب زي ايه بقى؟ تعالوا نشوف في الصوره اللي قدامنا، ده اكزامبل لميوكو ادهيزيف تابلت او بنسميه البكال تابلت. زي ما انت شايف بنبدا نقول للبيشنتس يثبت او يحط التابلتس في المنطقه دي بالتحديد. طيب اشمعنى المنطقه دي؟ ليه انا هنا عندي بكال ميوكوزا؟ كلنا عارفين المعلومه دي، والباودر ده انكلودد في الفورمولا بتاعته بايو ادهيزيف ماتيريال. فبمجرد ما البيشنتس هيحط التابلت على البكال ميوكوزا يبقى انا كده حققت الشرط بتاع البايو ادهيجن، ان انا عندي تو ماتيريالز، اول ماتيريال منهم هو الباودر او البايو ادهيزيف باودر اللي في التابلت والميوكوس ممبرين، يحصل فول ادهيجن زي ما انت شايف كده. طيب وبعدين يحصل continuous release للدراج من خلال الميوكس ممبرين ده directly into blood circulation، يبقى انا كده avoid the first pass metabolism، avoid ان الدراج يحصل له degradation by gastric enzymes by gastric pH، وده اهم ميزة للبكال تابلتس او الميوكو adhesive tablets اللي depend على ان انا عامل formulation البودر او ان انا عندي bio adhesive materials. bio adhesive powder ده عبارة عن excipients زي الديلوينت والفيلرز و disintegrants اللي هنتكلم عليهم بعد كده في التابلتس. طيب ايه الادفانتجز اوف باودرز از دوزج فورم؟ اول حاجه الباودرز طبعا بيسهل على البرايمري كير بروفايدرز اللي هو البي سي بي، اقصد بيه الفيزيشن، ان هو يقدر يغير من الاماونتس والكوانتي اوف دراج فور ايتش دوز، طبعا ده اكوردنج تو الريكويرمنت اوف بيشنتس. عايز اقول لك هنا ايه، ان في بعض الدوزج فورمز ما بتدينيش اوبشنز ان انا اقدر ازود اقلل، تمام كده، على عكس الباودر. الباودر اكوردنج تو الكونديشن اوف بيشنتس انا اقدر اقول له ايه هياخد مثلا، او اقدر اوصف له 50 مللي جرام 100 مللي جرام 150 200 اكوردنج تو ريكويرمنت اوف ذا بيشنت. لكن في التابلت مثلا لو انا هوصف له تابلت ممكن القرص ده ما يكونش بيتقسم مثلا، وانا عايز اديله نص الكميه اللي موجوده في التابلت ومش متوفر في الصيدليه غير 100 مللي جرام، وانا عايز اديله 50 مللي جرام، طب اعمل ايه والتابلت ما بيتكسرش، تمام؟ يبقى الباودرز انيبل البرايمري كير بروفايدرز ان هو يقدر يعمل التريشن في الكوانتيتي اوف ميديكيشن اكوردنج تو ريكويرمنت اوف ايتش بيشنت. كمان الباودرز ايد في الكلينيكال ستاديز، تمام كده، او الكلينيكال ترايلز اوف دراج بريبريشن. ليه؟ لان برضو الدوز اقدر اعمل لها ادجستمنت بسهوله جدا. والكلينيكال ترايلز دي كنا اتكلمنا عليها برضو قبل كده زمان، ان لما يبقى عندي نوفل دراج جديد وعايز اجربه لازم ببدا الاول
بانيمالز احقنه في راتس في رابتس تمام كده. فالباودر لو الدراج ده موجود في صوره باودر برضو هقدر بسهوله جدا ان انا اعمل ادجستمنت للدوز او اغير زي ما انا عايز. هنا الدوزز بقدر اعمل لها انديفيدوال ويت، بقدر اوزن او اعمل واينج انديفيدوالي لكل دوز واعمل بليسنج للباودر دوت في بيبرز في انفلوبس او في سمول فايلز، وغالبا الباكجينج بيتم في فايلز او بوتلز، حتى بنسميها ايه باودر ان بوتل ريسيرش ستاديز، باودر ان بوتل ريسيرش ستاديز. بص كده الشكل اللي قدامك دوت، اه بجيب الفايلز احط فيه الدوز اللي انا عايزها واغيرها زي ما انا عايز وابدا احقن او ادوبها طبعا الاول في سولفنت او اعمل منها ديسبيرشن وابدا اديها للرابتس والراتس والمايت. يبقى انا كده الباودر ساعدتني في عمليه الكلينيكال ترايلز. طيب ايه كمان من المميزات الباودرز؟ ان كان عندنا الانفانتس واليونج تشيلدرن كان عندهم ديفيكولتيز في عمليه السوالوينج، ان هو يعمل طفل عنده سنه سنتين طبعا مش هتقدر تديله تابلتس، مش هتقدر تديله كبسول، لكن بسهوله تقدر تعمل له ميكسنج للباودر، تقدر تديله باودر وما تديلوش الباودر زي ما هو as it is، لا انا ممكن اعمل ميكسنج للباودر ده with فورمولا، او اعمل سبرينكلينج للباودر ده على صوص هو بيحبه زي مثلا الابل صوص واقدر ادهوله. يبقى انا كده برضو الباودر حلت لي المشكله بتاعه الديفيكلتس ان سوالوينج بالنسبه لي ليونج تشيلدرنز والانفانتس. طيب كمان لو انا عندي الدراج بتاعي تو بالكي كميته كبيره، صعب ان انا اعمل كومبريشن للكميه دي في صوره تابلت، هيبقى عندي تابلت حجمه كبير جدا وده ما ينفعش. صعب ان انا اعمل له باكجنج الكميه الكبيره دي في كبسول او اعملها كومبريشن في صوره تابلت، لكن اقدر اوصف البيشن او اوصف للبيشنت الباودر ده او الدراج ده او اقدر اعمل له فورميوليشن في صوره باودر دوزج فورم بنسميه البالك باودر زي ما انت شايف اهو. شايفين اللي قدامكم في الهاوس هولد ميجرز او في السبون في المعلقه، شايفين كميه الباودر دي؟ صعب ان انا اعمل لها فورميوليشن في كبسولز او باكجينج في كبسول او اكبس كل الكميه دي في صوره تابلت. التابلت هيبقى قد ايه يعني؟ هيبقى كبير جدا. لكن الباودر او البالك باودر سهلت لي الموضوع ده، ان انا اقدر اقول للبيشنت خد معلقه كبيره مثلا على نص كوبايه ميه فهياخد المعلقه الكبيره اللي انا عايزها. طيب كمان من مميزات الباودر ان الباودرز بروفايد رابيد اونست اوف اكشن. ليه؟ لان الباودرز هيحصل له dispersion او rapid dispersion بسهوله في الجاسترونتستاينال تراكت، وبالتالي هيبقى عندي لور سيرفيس اريا هيحصل من خلالها الابزوربشن. يبقى الباودر ريكوايرد اونلي ديسوليوشن، مفيش او انا مش محتاج لديسنتجريشن بيفور ابزوربشن، على عكس التابلتس اللي كنت بحتاج فيها ان التابلت يحصل له ديسنتجريشن فولود باي ديسوليوشن. لا انا هنا التابلتس ريدلي ديسنتجريتد، يعني مش محتاج او انا مش محتاج انه يضيع نص ساعه مثلا في عمليه الديسنتجريشن. طيب ايه كمان؟ الانكومباتيبلتي طبعا اقل بكتير لو انا جيت قارنت الليكويد دوزج فورم بالسوليد دوزج فورم او بالباودر. ليس انكومباتيبلتي يعني دايما لما يحصل رياكشن بين دراج واكسيبينس دايما الكلام ده بيتم في الليكويد دوزج فورم او لما يبقى عندي سولفنت يعني. طيب من مميزات الباودر كمان ان انا اقدر اعمل ريدكشن للبارتكل سايز او للديزايرد بارتكل سايز رينج، وده بيحسن لي او يزود لي طبعا السيرفيس اريا اوف ابزوربشن، وبالتالي الابزوربشن هتبقى مور رابد. المانوفاكتشرنج او عمليه الفورميوليشن بتاعت الباودر بتكون ايكونوميك، ما بتحتاجش مني كوست عالي as compared to other dosage form. طيب بالنسبه لي الديس ادفانتج اوف باودر as solid dosage form، معظم الباودرز ليهم بيتر ليهم unpleasant taste لما اجي ادي البيشنت ده الباودر باي اورال روت اوف ادمنستريشن، ولكن ساعات بنحب او يعني بنخفف على البيشنتس الموضوع ده ونقول له او لما يجي هو لما البيشنت يجي يشتكي لك ان الباودر ده ليه بيتر او unpleasant taste بنقول او بنقول له تخفيفا طبعا دي مش حقيقه ولا حاجه، ان بيتر ميديسن از بيتر ميديسن، يعني كل ما الميديسن او كل ما الدراج بتاعك يبقى ليه بيتر تيست كل ما يبقى ليه افكت اقوى او يعني هيعالجك بسرعه، وطبعا ده كتخفيف على البيشنتس ودي مش حقيقه يعني. طيب من عيوب الباودر كمان زي مثلا في حالات البالك باودر لسه متكلمين عليها من شويه، الدوز ان اكيوريت، مش طبعا مش اكيوريت. ليه؟ لان انا بقول للبيشنت خد معلقه كبيره، فزي ما اتفقنا قبل كده ما دام البيشنت انكلودد في الدوز كالكوليشن فتوقع ان ممكن يحصل ايرور، المعلقه الكبيره دي انا مش عارف عنده هي شكلها عامل ازاي.
طيب اهو زي ما انت شايف ان الهاوس هولد ميجر او لو البيشنتس انكلودد في الدوز كالكوليشن فهيبقى في دايما فاريشن ومش هيكون في عندي اكيورسي. طيب في بعض الحالات او في بعض انواع الباودرز بيكون فيها هيجروسكوبيك ماتيريال، يعني الباودر بتاعي ابزورب مويستشر من الاير، وبالتالي الباودر لو عمل ابزوربشن لمويستشر بكميات كبيره من الاير الباودر هيتحول من السوليد ستيتس للسيمي سوليد ستيت او هيبقى بيست. طبعا باودر احط عليه او سيبه في الهواء شويه كده هتلاقيه اتحول للبيست فورم، وانا مش عايزه بالشكل ده. ممكن كمان الباودر يكون فيه ديليكويسنت ماتيريال. ديليكويسنت يعني ايه؟ وده هنقوله في اخر المحاضره، ان ده عباره عن باودر عنده التندنسي ان يحصل له ميلتنج او ديزولفنج في الهيوميد انفايرمنت، يعني في هيوميديتي في الجو، فالباودر ده بيبدا يعمل ابزوربشن للمويستر لدرجه ان هو بيحصل له ميلتنج او ديزولفنج. طيب ايه كمان؟ معظم او عندي بعض انواع الباودر بيكون فيها اروماتيك ماتيريالز او فولاتايل ماتيريالز، تمام؟ فكل انواع الباودر دي سواء الهيجروسكوبيك الديليكويسنت الاروماتيك باودر صعب جدا ان انا اعمل بروتكشن للباودرز دي من الديجريديشن او الدي كومبوزيشن. طيب على الرغم ان انا بستخدم الميديكيتد باودر از فينيشد برودكت، الاستخدام ده طبعا ما بيكونش وايدلي يوزد، يعني ان انا استخدم الباودر او انزل حتى الصيدليه او اسال في الصيدليه الصيدلي اللي واقف انت عندك كام دوزج فورم موجود في صوره باودر، هيقول لك لا الكميه مش كبيره. عشان كده بنقول على الرغم ان اليوز اوف ميديكيتد باودر زي ما هو از فينيشد برودكت از دوزج فورم ان ثيرابيوتكس از ليميتد، لكن الاكثر شيوعا هو ان انا استخدم الباودر سبستانس ده في البريبريشن اوف اذر دوزج فورم، هو ده الاكستنسيف، هو ده الموست كومن. زي ايه؟ ادينا اكزامبل الباودر دراج اعمل له ميكسنج مع الفيلر والديلوانس وابدا اعمل كومبريشن للميكتشر ده في صوره تابلت، او اعمل فيلنج للميكتشر ده في صوره كبسول. ايه كمان؟ بجيب الباودر سبستانس اعمل لهم ديزولفنج، يعني الدراج والاكسيبينس اعمل لهم ديزولفنج او ديسبيرسنج سسبندنج في فاريوس سولفنتس، وحضر ليكويد دوزج فورم زي السوليوشن السسبنشن الايمولشن، او اعمل انكوربريشن للسيمي سوليد بيز، اعمل انكوربريشن للدراج انتو سيمي سوليد بيز، واحضر ميديكيتد اوينتمنت وكريم زي ما كنا بنتكلم فيه السيمي سوليد دوزج فورم. ايوه يعني انت حضرت الزنك اوكسايد اوينتمنت وحضرت السلفر اوينتمنت وشفت الكلام دوت، انا عندي اهو الدراج في صوره باودر زنك اوكسايد بعمل له انكوربريشن في سوفت بارافين في وول فات وحضر ايه الزنك اوكسايد اوينتمنت. يبقى هنا اقصد في بالجزئيه دي ان انا عندي الموست كومن هو ان انا استخدم الباودر از ستارتنج ماتيريال في تحضير الاذر دوزج فورمز. طيب بنيجي نعمل كلاسيفيكيشن للباودرز اكوردنج تو ديفرنت ايتمز، فمثلا اكوردنج تو الاكتيف انجريدينتس بنقسم الباودر لسيمبل باودر وكومباوند باودر. سيمبل باودر لو انا عندي اونلي وان اكتيف انجريدينتس، كومباوند باودر لو انا عندي اكتر او عندي ميكتشر من اكتر من اكتيف انجريدينت. اكوردنج تو البارتكل سايز بنقسم الباودر ل فيري كورس باودر، كورس باودر، مودريتلي كورس باودر، فاين باودر وفيري فاين باودر. اكوردنج تو البريبريشن فورم بنقسم الباودر ل بالك باودر وديفايدد باودر، وهنشوف الفرق بينهم دلوقتي. اكوردنج تو الميديسينال يوز بنقسم الباودر ل ريكونستيتيوشن باودرز سواء اورال او برينترال، توبيكال اند داستنج باودر، طبعا كل ايتم من دول هنتكلم عليه دلوقتي بالتفصيل، توبيكال اند داستنج باودرز، دنتيفرايسز او التوث باودر دول بنستخدمهم فور كليننج تي سيرفيس، عندنا كمان دوش باودر ده باودر بنعمل له ميكسينج ويز ليكويد وده intended for administration into body cavities for cleaning زي الفاجينال ايرجن، عندي insufflated powder ده الباودر اللي بنعمله blowing في البادي كافيتيز زي الاير مثلا، وعندنا الايروزول باودر او الاورال انهاليشن باودر او بنسميها او الجهاز او الديفايس اللي بنستخدمه اسمه دراي باودر انهالرز، وهنشوف دلوقتي بيتكون من ايه. طيب تعالوا نشوف بقى كل تايب من دول قصته ايه بالظبط. طيب عندنا اول حاجة البالك باودرز، دول لسه متكلمين عليهم حالا، ان انا بقول ان انا بجيب الميكسد انجريدينتس، وانا اقصد بيه الميكسد انجريدينتس الدراج والاكسيبينتس، بعمل لهم باكجينج في سيتابل بالك
كونتينر لي وايد ماوس جلاس او لي وايد ماوس، فبعمل الباكجينج فيه وايد ماوس جلاس جار زي ما انت شايف كده، زي اشهر حاجة موجودة عندنا في الصيدلية هو البروكسيمول فوار. زي ما انت شايف لازم الماوس تبقى وايد ماوس. ليه لازم تبقى وايد ماوس؟ عشان البيشنت يقدر يدخل بيه الهاوس هولد ميجر يجيب الدوز بتاعته، او لما اقول له معلقة كبيرة يقدر يدخل المعلقة الكبيرة دي جوه البوتل اللي انت شايفها. يبقى البالك باودر بقول الميكسد انجريدينس بعمل لها باكجينج في بالك كونتينر وايد ماوس جلاس جار. طيب البالك باودر دي مناسبة امتى؟ بس لو انا عندي الدراج بتاعتي الدوز بتاعته كبيرة بالكي، فقلنا مش هينفع ان انا اعمل باكجينج فيه او اعمل كومبريشن في صورة تابلت او باكجينج او فيلنج في صورة كبسول، فهضطر ان انا ادي الدراج ده للبيشنت فهي في صورة باودر، فالبالك باودرز حلت لي المشكلة دي. لكن البالك باودرز بتعاني من ديس ادفانتشز. ايه هي ديس ادفانتشز دي؟ الانأكيرت دوزنج. اتفقنا الانأكيرت دوزنج ليه؟ لان البيشنت هو اللي انكلودد، هو اللي بياخد الجرعة بالهاوس هولد ميجرز اللي فيها فاريشن كتير. عشان كده بلاقي ان بالك باودر دايما ليميتد، بنقول فور نون توكسيك ميديكامنتس ويز لارج دوز، يعني ما ينفعش اعمل انكوربريشن لي بوتنت دراج في البالك باودر. يعني ما ينفعش يبقى عندي دواء قلب مثلا بستخدمه في تريتمنت اوف هارت فيلير احطه في جار في برطمان او جلاس بوتل، ما ينفعش. تمام كده؟ فبنقول البالك باودر ليميتد اونلي فور orally administered bulk powder زي الانتاسيدز مضادات الحموضة، الديتري سبليمنتس المكملات الغذائية، اللاكستيف وبعض الانالجيسيكس. اكزامبل على البالك باودر الكومباوند ماجنيسيوم تراي سيليكيت اورال باودر، ده انتاسيد. طيب نيجي للتايب التاني هو الديفايدد باودر. زي ما واضح كده من اسمه ان انا هنا الدوزز هعمل لها انديفيدوال باكجز في ساشيتس في كياس زي مثلا الكاتافاست. يبقى divided powders دي similar formulation شبه البالك باودر، لكن الدوزز individually او الindividual doses are separately wrapped في packaging materials من foil من بلاستيك زي الساشتس. بقسمها في كيس، كل جرعة هتكون في كيس زي مثلا الفورات او معظم الفورات زي الكاتافاست ساشتس. طبعا هنا divided powder بيبقى more accurate dosage form عن البالك باودر. ليه؟ لان البيشنت مش انفولفد في الميجرمنت اوف دوز. انا هقول له خد كيس على نص كوبايه ميه 3 مرات في اليوم او مرتين او مره، فانا عارف ان الانكلودد في الساشيت في الكيس هي دي كورسبوندينج للديزايرد دوز اللي انا عايزها. زي ما انت شايف اهو اكزامبل على الديفايدد باودرز اللاكس ساشيت. طيب كل، ودي ملحوظة مهمة جدا، كل البودرز والجرانيولز لازم اعملها ستورج كويس في دراي بليس. ليه؟ عشان امنع الديتيريوريشن نتيجة ان او لو كان في موجود مويستر كونتنت موجود في الاتموسفير او حاجة، ما يحصلش ابزوربشن للمويستر دوت جوه البودر، فالبودر يتحول من السوليد ستيت للبيست او السيمي سوليد ستيت. مش بس كده، ده انا عندي كمان بعض البودرز او بعض الدراجز بتكون معرضة ان يحصل لها هيدروليتك ديكومبوزيشن، يعني يحصل لها هيدروليسز، يحصل لها ديجراديشن باي ووتر. ففي كل الاحوال لازم اعمل ستورج كويس، حتى لو الدراج ده مش هيتأثر بالهيدروليتك ديكومبوزيشن وما حصلش هيدروليسز يعني، فبخاف ان يحصل ادهيجن وكيكينج للباودرز مع بعض، هيتكون عندي inelegant و unusable product. ايوه مش باودر بقى، لا ده هيبقى عندي بيست مش هقدر استخدمها، او البيشنت مش هيقدر ياخد الدوز اللي هو مفروض ياخدها بمعلقة، او يفتح الكيس يحط الباودر في كوباية مية او غيره، مش هيقدر يعمل الكلام ده كله، لان الباودر في الحالة دي هيكون اتحول لبيست او حصل له كيكينج. نيجي لي التايب اللي بعد كده اللي هو الريكونستيتيوتد او ريكونستيتيوشن باودر، سواء الباودر ده اورال او برينترال. وده كنا اشرنا ليه قبل كده في الفارماسي اورينتيشن، كنا بنقول ان عندي بعض الباودرز او بعض الدراجز زي مثلا الانتيبيوتكس بتعاني من الاستابيليتي بروبلمز، بيحصل لها هيدروليسيس دايما في الووتر. عشان كده هتلاقي دايما بنصرف للبيشنتس الاورال انتيبيوتيك باودر او البرينترال حتى الانتيبيوتيك في صوره باودر،
جاست ان البيشنت بيعمل او الفيزيشن بيعمل ريكونستيتيوشن للباودر ده جاست بيفور يوز. طيب بالنسبه للريكونستيتيوشن باودر بنقول ان انا عندي بعض البيشنت عندهم ديفيكولتي ان هم طبعا في السوالوينج ان هو ياخد كبسولز او تابلتس زي اليونج تشيلدرن, فما قدمناش الا الليكويد بريبريشن اوف دراج. يعني مثلا بيشنت طفل عنده 3 سنين عنده 4 سنين مش هقدر اديله اوجمانتين 1 جرام مثلا او حتى 675 مش هقدر اديله الدوز دي في صوره تابلت, تمام؟ فهضطر ان انا اديها له في صوره سيرب. برضو هاجي الاقي ان الاموكسيسيلين والكلافيرونيك اسيدز اللي موجودين في الاوجمانتين دول مش هقدر اعملهم فورميوليشن في صوره سوليوشن, تمام؟ ليه؟ لان الانتيبيوتيك زي ما قلنا ده بيبقى فيزيكالي وكيميكالي انستابل لو انا عملت له فورميوليشن في صوره سوليوشن او ديسبيرشن. عشان كده دايما هتلاقي الاوجمانتين, الكيورام, الايموكس, الفلوموكس, السيفتيرياكسون, كل ده معمول لهم فورميوليشن في صوره دراي باودر. كمان برضو الانجكشن اوف دراجز اللي هي دايما بتكون انستابل في الليكويد فورم او لما عملها فورميوليشن في صوره سوليوشن, برضو دي بنصرفها او بنعملها بريبريشن او فورميوليشن في صوره باودر immediately reconstituted with sterile solvent just before use or prior to use, وبقدمها للبيشنت في صوره ستيرايل باودرز ان فايلز. تمام, زي ما انت شايف قدامك الصوره اللي على اليمين ادي الزيسرون وبيتصرف معاه السولفنت لقبل او just before use, بنقول للبيشنت يعمل reconstitution لحد علامة معينة موجودة في البوتل. وكذلك reconstituted powder او البرنترال powder, هنا عندك السيفترياكزون زي ما انت شايف ده بيبقى جوه هنا الفايل في powder ومعايا sterile solvent, ببدأ اعمل reconstitution just before use. طيب عندنا بعد كده التوبيكال باودر, والتوبيكال باودر لازم, وده مهم جدا ان يتوفر فيه الكريتيريا دي, لازم يكون يونيفورم ان شيب, لازم التوبيكال باودر لان ده هنستخدمه توبيكالي على السكين يكون ليه سمول بارتكل سايز. ليه كل ده؟ عشان ما يحصلش الريتيشن للسكين لما البيشنت يعمل ابليكيشن. عشان كده بنقول ان التوبيكال باودر لازم تكون impalpable يعني غير محسوسه, free flowing على السكن, easily adhere to the skin for a period of time لحد ما الدراج يدي الاكشن بتاعه. وكمان لازم التوبيكال باودر should be passed through at least number 100 mesh sieve to minimize the skin irritation. ايه بقى الكلام ده؟ اخر جزئيه دي يعني بقول ان الباودر لازم يعدي من السيف دي بالتحديد, السيف دي اللي المقاس بتاعها او اللي ليها مش نمبر 100, لان السيف دي بتبقى ضيقه جدا 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 لدرجه ان اللي هيعمل باسنج من السيف دي هو الفاين باودر. ايه ده يعني ايه سيف اصلا؟ تعالوا نبص على الصوره دي. زي ما انت شايف هو ده شكل السيف زي المنخل اللي موجود عند بعض الناس. ببدا احط الباودر هنا, طبعا عندي مقاسات كتير, يعني مثلا دي سيف نمبر 10, دي سيف نمبر 100 زي ما انت شايف كده. السيف نمبر 10 فتحتها بتكون اوسع فبتعدي لي بس هنا بيعدي الفاين باودر, وممكن يعدي الانترميديت كورس, وممكن يعدي الكورس باودر الباودر اللي لارج بارتكل سايز يعدي كمان. لكن هنا بقى لما اجي ابص على السيف نمبر 100 لا هلاقي بس اللي بيقدر يعمل باسنج من الشبكه دي من المش دي هو بس الفاين باودر, ولكن المودريتلي كورس والكورس باودر ريتيند هيتحجزوا على السيف. عشان كده بقول ان التوبيكال باودر شود بي باست ثرو ات ليست نمبر 100 مش سيف. يبقى اتاكد لما الباودر يعدي من السيف ده ان الباودر ده ليه فاين بارتكل سايز وبالتالي مش هيحصل سكن اريتيشن. طيب عندنا كيس كمان ودي مهمه جدا ان احنا نشوف الابليكيشن اوف باودر بيتم ازاي او ازاي اقدر اعمل سيلكشن ليه باودر ليه كريتيريا معينه. عندنا نوع من انواع الوونز الجروح اسمها الاوزنج وونز, الاوزنج وونز ودي الجروح اللي بتكون مصحوبه بكلير كلرلس سكريشن.
الكلير كلر للسكريشن دي مفيده، انا عايزها، ما بتسببش انفكشن او حاجه، لا الكلير كلر للسكريشن دي بالتحديد في الاوزنج وونز، لا دي ايد ان هيلينج، يعني بتساعد ان الجرح يحصل له هيلينج، يلتئم. تمام. طيب انا عايز السكريشن دي تبقى موجوده، فهل هعمل ابلكيشن لي باودر، او يعني عايز بقى اعمل ابلكيشن لانتي باكتيريال باودر مثلا على الجرح ده، هل هعمل ابلكيشن لهيدروفيليك باودر او هايلي سوربتيف باودر، ولا هيدروفوبيك ووتر ريبلنت باودر، باودر ما بيحبش الميه؟ خلينا نفكر تاني. الاوزنج وونز ده عباره عن ووند مصحوب بكلير كلرلس سكريشن، طبعا السكريشن دي هيدروفيليك ان نيتشر، فانا عايز اوصف للبيشنت انتي باكتيريال باودر عشان يمنع اي انفكشن تحصل. هل الباودر ده يبقى هايلي سوربتيف، يعني يمتص او ليه هيدروفيليك نيتشر يمتص السكريشن دي، ولا استخدم هيدروفوبيك ووتر ريبلنت باودر؟ طبعا استخدم هيدروفوبيك باودر. ليه بقى؟ لان الهايلي سوربتيف باودر او الهيدروفيليك باودرز او الباودر اللي بيحب الووتر دوت، ماله هيبدا يعمل لي ابزوربشن للسكريشن دي اللي هي المفروض ايدن هيلينج. طب ولما يحصل كده هيبدا يتكون عندي هارد كراست، القشره اللي هي الناشفه دي، ودي بتخلي الجرح بتاعي مش ملتئم بنسبه 100% يعني. لكن لما استخدم هيدروفوبيك ووتر ريبلنت باودر ده بريفنت اللوس اوف ووتر من السكن، وده هيخلي الباودر طبعا او الباودر ده مش هيحصل له كيكينج اون ذا اوزنج سيرفيس، وبرده في نفس الموضوع ان السكريشنز دي هتبدا تقوم بدورها ان هي ايد ان هيلينج، وهنشوف ازاي في السلايد الجايه السكريشن دي ايد ان هيلينج. تمام. يبقى انا زائد ان الهيدروفوبيك ووتر ريبلنت باودر مش هيعمل ابزوربشن للسكريشن دي، كمان مش هيحصل كيكينج لان هو الباودر ما عملش ابزوربشن للسكريشن، فالباودر هيبقى محتفظ بشكله على عكس الهيدروفيليك او الهايلي سوربتيف باودر. يبقى الاوزنج وونز ده عباره عن ووند ويز كلير كلر للسكريشن، كلير كلر للاكسوديتس، الاكسوديتس دي ليها دور ان هي ايد ان هيلينج، ازاي؟ ان هي بتحمل الوايت بلاد سيلز، بيكون او الوايت بلاد سيل دي بتعتبر بارت من البرايمري ديفنس ميكانيزم او من الاميون ميكانيزم وبالتالي انا مهم عندي الاكسوديتس دي ان هي تكون موجوده. اندر المويست ووند هيلينج كونديشن الفورميشن اوف كراست سكاب او الهارد سكاب دي مش هتتكون، وبالتالي ده ايد ان هيلينج. طيب هنا المويست ووند هيلينج بروموتس الجروث والميجريشن اوف نيو سيلز، وده انا كده بتاكد ان الاسينشال بروتينز هتقفل لي الووند بتاعي. لكن لو انا سبت الووند بتاعي زي ما بنسمع بعض الناس يقول لك ايه سيب الجرح ينشف في الهواء، لا طبعا الووندز اللي بيحصل ان هي اللي بتتساب عشان يحصل دراينس في الاير ده بيعمل كرييشن لاسكيب، والاسكيب دي بتبقى هارد او بتخلي الووند بتاعي ما بيقفلش بالشكل المطلوب يعني. يبقى احنا عايزين نعرف، وناس كتير قوي ما تعرفش المعلومه دي، ان الاسكيب القشره اللي بتتكون على الجرح دي مش ساين من مش علامه تؤكد ان حصل هيلسي هيلينج. تمام كده. يبقى الاسكيب دي اكتشوالي كيبنج السكين فروم هيلينج، وبتخلي السكين قابل ان هو يفتح او الووند ده ان هو يتفتح تاني. تمام. يبقى الخلاصه في الموضوع ده او في الجزئيه دي، انا عايزك تعرف ان في بعض انواع الوونز اسمها الاوزنج وونز، والاوزنج وونز دي عباره عن ايه، واللي مفروض اعمل له ابلكيشن على الجرح دوت، هل الهايلي سوربتيف باودر ولا الووتر ريبلنت هيدروفوبيك باودر، وليه؟ تمام كده. انا في السلايد دي والسلايد اللي فاتت يعني هي مش مطلوبه، يعني مش مطلوب القصه دي مننا قوي ان احنا، بس انا عايزك تفهم بس طبيعه الاوزنج وونز عباره عن ايه. احنا ما زلنا بنتكلم على التوبيكال باودر، واكزامبل ليه التوبيكال باودر التالك باودر. سواء تالك باودر او اي ناتشرال درايفد برودكت هستخدمه على اوبن ووند، مهم قوي ان انا اعمل له ستيريلايزيشن عشان افويد ان يحصل انفكشن في الافكتد اريا. طيب التوبيكال باودر بيتكون من ايه؟ بيتكون من بيز او فيكل زي التالك زي كورن ستارش، بيتكون كمان من ادهيرنت زي المغنيسيوم ستيريت، الكالسيوم ستيريت، الزنك ستيريت، و possibly ممكن يبقى عندي اكتيف انجريدينت مثلا زي انتي باكتيريال. شوف خلي بالك
possibly يعني ممكن يبقى في عندي مادة فعالة او لا. ايوه، لان ممكن انا استخدم التالك باودر زي ما هو كده as lubricant as drying agent. تمام، يبقى انا ممكن يبقى عندي active ingredient او لا، وكمان ممكن يكون عندي aromatic material او لا. لكن الاكيد اللي لازم يكون موجود في اي topical powder البيز والادهيرنت. طيب التوبيكال باودر لازم يديني لور سيرفس اريا، يعني لما اجي اعمل ابلكيشن على السكن يحصل الابلكيشن على لور سيرفس اريا، او الباودر ده اكون انا عامل له سايز ريدكشن كويس بحيث يغطي لارج او يكون ليه لارج سيرفس اريا. الفلوابيليتي يحصل فلوينج ايزلي على السكن، سبريدنج يونيفورم على السكن. اللارج سيرفس اريا دي دي ايد ان ابزوربنج بريسبيريشن، يعني لو الباودر بتاعي ده انتي بريسبيرنت باودر، فطبعا كل ما يبقى عندي الباودر ده منتشر او سبريد اوفر لارج سيرفس اريا ده ايد ان ابزوربنج بريسبيريشن، وبيديني كمان كولينج سنسيشن على السكن. طيب زي ما انت شايف اكزامبل للتوبيكال باودر، ادي النيفيا والدوف باودر. عندي كمان الاكزامبل بعد كده الداستنج باودر. والداستنج باودر في انجريدينتس ممكن استخدمها فور ثيرابيوتيك بيربسز، فور بريفلكتد بيربسز، او استخدمه فور لوبريكانت بيربسز. طبعا الداستنج باودر انتندد فور اكسترنال ابلكيشن، ولو هعمل ابلكيشن للداستنج باودر ده على اوبن ووند لازم اكون عامل له ستيرلايزيشن. البريبريشن او الداستنج باودر لازم اعمل بريبريشن للداستنج باودر باستخدام ماتيريالز وميثود تضمن لي ان حصل استريليتي، افويد الانترودكشن اوف كونتامينتس جوه الداستنج باودر والجروس طبعا، وتمنع لي الجروس بتاع المايكرو اورجانيزم. طيب التالك داستنج باودر ده اكزامبل برضو للداستنج باودر، ده عباره عن سترايل كوتينيوس باودر يعني بستخدمه على السكن، في ستارش وتالك، ستارش وبيوريفايد تالك. هنا انا ممكن اعمل استريلايزيشن للتالك بس، لان هو الكميه الموست كومن في التالك داستنج او التالك، فانا ممكن اعمل استريلايزيشن للتالك بيفور انكوربريشن وذ ستورج، وده ما بيفضلش. لكن اللي بيفضل ان انا اعمل ميكسنج للتالك والستورج يعني، وبعد كده الفاينل برودكت ببدا اعمل له استريلايزيشن. تمام، طيب الداستنج باودر بعمله ديسبنسنج في جلاس بلاستيك او ميتال كونتينر with perforated lid، يعني الغطاء بتاعها بيبقى perforated فيه holes كده عشان اقدر اعمل sprinkling بسهولة، ده بنسميه shifter top container. example كمان للdusting powder الhexachlorophene dusting powder، ده في antibacterial agent وفي talc dusting powder بستخدمه as lubricant to prevent chafing. تاني hexachlorophene dusting powder ده في antibacterial، في كمان talc dusting powder بستخدم الهيكساكلوروفين as antibacterial as lubricant to prevent chafing. chafing يعني احتكاك، ده عبارة عن irritation او skin irritation caused by repetitive frictions. frictions الاحتكاك اللي بيحصل through skin to skin contact، ان يحصل احتكاك between different skin parts فيتكون او يحصل irritation، ممكن يحصل infection او bacterial infection، فببدأ ادي للpatients دول hexachlorophene dusting powder. طيب عندنا بعد كده الinsufflated powders، وفي الinsufflated powders زي ما قلنا في اول المحاضرة ده عبارة عن finally divided powders intended to be applied في body cavities زي الair زي النوز زي الفاجينا زي two sockets او في الثروت. تمام كده، طبعا الانسفليتد باودر لازم بستخدم ديفايس عشان اعرف اعمل انسفليشن، انفخ الباودر ده او اعمل فورسنج للباودر ده في البودي كافيتي، بنسمي الديفايس ده انسفليتر، بنسميه بلاور، بنسميه بافرز. سمبلي البيشنتس بيبدا يعمل بافنج لي الديزايرد كوانتيتي اوف باودر على الافكتد اريا او انتو الكافيتي اللي هو عايز يعمل فيه ابلكيشن اوف باودر. زي مثلا السوكتس التو سوكتس هنا بنقول لما الفيزيشن او الدنتست بيبدا يعمل اكستراكشن للتوث بيبدا يكون بلاد كلوت ات ذا سايت اوف توث اكستراكشن، ليه؟ عشان تحمي البون والنيرفز. طيب هنا ممكن اضيف باودر او اضيف دراي سوكت باي الانسفليتد او الانسفليشن ده
بيحصل امتى؟ لما البلود كلوت يحصل له ديزولفنج هنا بيفور، او بيحصل ديزولفنج للكلوت قبل ما يحصل ووند هيلينج. ففي الحاله دي انا ممكن اعمل انسفليشن لانتي بكتيريال باودر في التوث سوكيت. طيب ده شكل البلور او شكل تاني للانسفليتر، وهنا ده عباره عن الرابر بارب اللي البيشنت او الفيزيشنز بيعمل لها سكويزنج عشان يحصل اير تربلنس ويحصل درايفنج، او الاير يعمل درايفنج للباودر اوتسايد الديفايس. ادي شكل الاير انسفليتر، ده الجزء اللي بيتحط في الاير، وهنا بيبقى جوه عندي الايه الدوز بتاعتي. طيب هنا الانسفليتر ده بيبقى سيتابل اونلي او سيتابل دايما لمعظم الانتي انفكتيف دراجز. بيبقى كمان عندي اكسيبينت مهم جدا زي البوليوكس. بوليوكس ده عباره عن مويستشر اكتيفيتد ادهيرنت. يعني ايه؟ يعني ده عباره عن باودر. الباودر ده لما يحصل كونتاكت بينه وبين اي مويستشر كونتنت، شويه ميه صغيرين مثلا، يحصل ادهيجن. تمام كده؟ فانا هنا بعمل انكوربريشن البوليوكس اكسيبينس. ده عباره عن ايثيلين اوكسيد بوليمر لهاي مولكيولر ويت، بيكون لي فيسكس ميوك وادهيزف جل وين ان كونتاكت ويز ووتر، وين ان كونتاكت ويز مويستشر، كميه صغيره جدا من المويستشر يكون لي ميوك وادهيزف جل. عشان كده بنقول دايما الافكتد اريا لازم نعملها ويتنج ويز ستيرايل ووتر بيفور بافنج. ليه؟ عشان لما تيجي تعمل بافنج للباودر، الباودر ده يبدا يكون لي، او الباودر ده انا انكلودد عندي في البولي اوكس اكسيبينس، يبدا يكون لي الميوكو ادهيزيف جل اللي هيستمر او هيفضل موجود على السكين فتره طويله. هيعمل الجل ده هيعمل لي كفرنج للووند، تمام، ويبدا يعمل ريليز او لونج تيرم دراج ديليفري في الووند ده زي في حالات البريشر ألسرز. هنا الميوكو ادهيزيف جيل ده سيرفز تو بروفايد ا ديبوت او سستيند فور لونج تيرم دراج ديليفري، هيستمر سيفرال اورز. يبقى الانسفليتد باودر مهم جدا انكلودد عندي ميوكو ادهيزيف او مويستشر اكتيفيتد ادهيرنس زي البولي اوكس اللي بيكون لي ميوكو ادهيزيف جل لما يحصل كونتاكت مع المويستشر. طيب بالاضافه او في الانسفليتد باودر، بالاضافه للثيرابيوتيك ايجنتس، بالاضافه للدراج، ممكن هنا يبقى عندي انرت بروبيلنت، والبروبيلنت ده عباره عن كومبريست او هاي بريشر جاز، كومبريست جاز او هاي بريشر جاز، ده بيعمل درايفنج للفورمولا اوتسايد الانسفليتور او اوتسايد الديفايس. ممكن كمان بيبقى عندي فارماسيوتيكال ديليوانت زي كريستالاين الفا لاكتوز مونوهيدريت. الديليوانت ده بيحسن لي الفلابيليتي، بروتكت الباودر من الهيوميديتي، بروتكت الدراج من الهيوميديتي اللي ممكن تسبب لي هيدروليسيس او يحصل كيكنج للباودر، فبضيف ديليوانت عشان يقلل لي او يحمي لي الباودر ده من الهيوميديتي. طيب الباودر بلاور او الانسفليتور بستخدمه عشان يعمل delivering لي dry powder زي ما قلنا ل various parts of body زي النوز، زي throat، زي lung والفاجينا. اللي بيحصل ان الفيزيشن او البيشنت بيعمل squeezing او depression على device rubber pulp، ده بيسبب turbulence لي الباودر الموجود في الكونتينر او الفيسل، وبالتالي بيحصل forcing لي الباودر ان هو يخرج من الorifices اللي موجود في التب بتاع الديفايس ويخرج ويروح لي body cavity. هنا لما يحصل سكويزنج بيحصل اير كارنت، بيعمل كارينج للفاين بارتكلز من خلال النوزل زي ما قلنا، وبيبدا يحصل درايفنج للباودر للافكتد اريا. طيب نيجي بعد كده للايروزول باودرز، وهنا في الايروزول باودر الروت اوف ادمنستريشن بيتم من خلال او باي انهيليشن with the aid of device اسمه dry powder inhaler. dry powder inhaler DPI. DPI ده بيعمل delivery لميكرونايزد particles، يعني particles انا عاملها size reduction ودخلها في الميكروميتر dimension او في الميكروميتر range، تمام، والدليفري بيتم لي مترد او كميات يعني انا حاسبها او كميات accurate لل site of action او للافكتد اريا. تمام، الدراي باودر انهالر ده عباره عن ديفايس، جهاز
الجهاز ده بستخدمه عشان اعمل administration للانهاليشن باودر، يعني جوه الجهاز ده بيبقى باودر. خلي بالك خلي بالك، لان ده بيختلف عن البخاخات العاديه او اللي هي الاكثر شيوعا اللي اسمها المتر دوز انهالر زي الفنتولين بخاخه مثلا. الفورمولا اللي بتبقى جوه بتكون ليكويد مش باودر، يبقى نفرق بين الدراي باودر انهالر والمتر دوز انهالر وهنتكلم عليها كمان شويه. بس احنا حديثنا هنا على الدراي باودر انهالر. ليه؟ لان الفورمولا اللي جوه باودر واحنا بنتكلم على الباودر هو اللي يهمني. يبقى الدراي باودر انهالر ده عباره عن ديفايس بستخدمه عشان اعمل ادمنستريشن انهاليشن باودر. الباودر ده موجود في فاينلي ديفايدد ستيت، والانهاليشن هنا مش بتتم بالنوز، لا ده الانهاليشن هنا بتكون باي اورال انهاليشن. البيشنت بيعمل اورال انهاليشن للباودر، تمام؟ يبقى الانهاليشن باودر ده عباره عن باودر بستخدمه جوه الدراي باودر انهالر جوه ديفايس. الديفايس ده بيعمل ايروسولايزيشن، بيعمل ديليفرنج لي اكوريتلي متريد اماونت من الدراج. طيب غالبا معظم الدراجز او الانهاليشن باودرز اللي انكلودد جوه الدراي باودر انهالر بنستخدمها في التريتمنت اوف ازمه، التريتمنت اوف برونكيال ديس اوردرز اللي بتحتاج ان يحصل ديستريبيوشن للدراج او ان الدراج ترافلز ويوصل ديبست اريا في اللنج. وعشان ده يحصل لازم البارتكل سايز بتاع الدراج زي ما قلنا يكون في المايكروميتر رينج، في المايكروميتر دايمنشن تقريبا الرينج عشان الدراج بتاعي او الدراج الفورميوليتد في صوره انهاليشن باودر يوصل لديبست اريا في اللنج. مهم قوي ان السايز رينج يكون بين 1 تو 6 مايكروميتر ان دايمتر زي ما انتم شايفين. ودي صوره بتبين الريليشن بين البارتكل سايز والاير واي بينتريشن. زي ما انت شايف كده كل ما البارتكل سايز بيقل كل ما الدراج بيروح ديبست اريا في اللنج، وكل ما الدراج يروح لديبست اريا في اللنج فهيعمل لك تريتمنت للمشكله اللي موجوده عند البيشنت بسهوله. على عكس كل ما البارتكل سايز يبقى كبير، شايفين الدراج هيقف هنا مش هيعدي، شايفين كل ما السايز يقل كل ما الدراج بيروح لديبست اريا. ديبست اريا حاجه شايفين اقل من 1 مايكرومتر وصل للبرونكيولز، وده اللي انا عايزه عشان يدي الايه الريكوايرد او الديزايرد اكشن. طيب الاورال انهاليشن باودر بيتكون من ميكتشر من الدراج طبعا الاكتيف فارماسيوتيكال انجريدينت وكارير. يبقى انا عندي دراج وكارير. خلي بالك هنا ما عنديش بروبيلانت، ما عنديش كومبريسد جاز. ليه؟ لان الكومبريسد جاز الدراج بيبقى ديسبيرسد فيه، يعني بيبقى عندي ليكويد. طيب البروبيلانت ده دوره ايه؟ زي ما قلنا هو اللي بيعمل درايفنج للدوز ان هي تخرج من الديفايس. طيب انا هنا الدوز هتخرج ازاي؟ الدوز هتخرج عن طريق البيشنت انهاليشن. مهم قوي ان انا ادي للبيشنت انستراكشن واقول له لازم ياخد لونج بريس، نفس طويل يستمر من 10 ل 15 ثانيه، من 10 ل 15 ثانيه. هو ده الاورال انهاليشن، هو خروج الدوز بتعتمد على البيشنت اورال انهاليشن. يبقى الاورال انهاليشن باودر بتتكون من ميكتشر من الدراج والكارير. مهم ان الميكتشر ده يبقى موجود في فاينالي ديفايدد سوليد ستيتس، وعامل له باكجينج في الدراي باودر انهالر او في سيتابل كونتينر كلوجر سيستم. بمجرد ما البيشنت يعمل لودنج او اكتويشن بيضغط على في او على الدراي باودر انهالر في مكان معين هنشوف دلوقتي، هنا بنقول للبيشنت ان هو يحط الماوس بيس زي ما انت شايف كده، ده اهو بيعمل طبعا اكتويشن هنا ويبدا يحط الماوس بيس بتاعه الدراي باودر انهالر على الماوس بتاعه. يبقى وانس لودد اور اكتويتد بنقول للبيشنت او الاوبريتور ان هو يحط الماوس بيس اوف انهالر على الماوس بتاعه. وبعدين وده المهم جدا ان انا بقول له تيك شارب ديب انهاليشن، اتاكد ان الدراج وصل لللور بورت اوف لونج، بخلي البيشنت ياخد نفس عميق وهولد البريز ده فور 5 ل 10 ثواني. هتقدر تعمل هولدنج البريز ده لمده 15 ثانيه مفيش مشكله، بس الافريج بيكون من 5 ل 10 ثواني. هنا ما عنديش بروبيلنت. خلي بالك اسمه ايه الجهاز؟ دراي باودر انهالر، يعني جوه الانهالر ده باودر، دراي باودر. هنا في سؤال بقى، ازاي الدراج او الدراج بحط الدراج دوت فين بالظبط في الديفايس؟ هنا بنقول ان الفورميوليشن سواء الدراج والكارير
هنا بعملهم باكجينج في بري ميترد او ديفايس ميترد يونت. يعني انا ممكن احط الدراج في تي ريزرفوار، او احط الفورمولا بتاعتي في كبسول زي الفوراديل كبسول مثلا، احط الفورمولا في كبسول والكبسول دي بتتحط جوه الانهالر، ولما البيشنت يعمل اكتويشن او يضغط على الجزء الاكتويتور دوت بيحصل بيرسنج للكبسول، الكبسوله بتتفتح بميكانيزم معين، ولما البيشنت يعمل اورال انهيليشن فبيسحب الدوز بتاعته. يبقى ده شكل الدراي باودر انهالر. البري ميترد دراي باودر انهالرز، خلي بالك، يبقى انا هنا بنقول انا عندي الفورمولا يا اما بري ميترد يا اما ديفايس ميترد. عايزين نفهم بقى الفرق بين البري ميترد والديفايس ميترد يونتس. البري ميترد دي بي ايز او البري ميترد دراي باودر انهالرز، انا عندي الفورمولا موجوده في صوره انديفيديوال يونتس في كابسولز في بليسترز مثلا، بس غالبا بيكون الدوز موجود عندي في كابسولز انسيرتد انتو الديفايس بيفور يوز. الدراي باودر انهالرز بيبقى عندي هنا، او البري ميترد دراي باودر انهالرز بيبقى عندي ميكانيزم عشان يعمل بيرسينج، يعمل لي هول فتحه في الكابسولز، او بيفتح لي اليونت دوز كونتينر بيفتح لي الكابسول دي بشكل معين عشان البيشنت لما يعمل انهاليشن تخرج الايه، تخرج الدوز، يحصل موبيلايزيشن ايروسولايزيشن للباودر باي بيشنت انهاليشن من خلال الانتجرال ماوس بيس. طيب الديفايس ميترد دي بي ايز، لا ده انا عندي هنا بقى الموضوع مختلف، ده انا عندي هنا انترنال ريزرفوار، مخزن في كل الجرعات، كويس كده، في سفيشنت كوانتيتي من الفورميوليشن فور فريكوينت دوزنج فور مالتيبل دوزز، بتتقسم بيحصل لها مترنج بشكل معين باي ديفايس ديورنج الايه اكتويشن باي ذا بيشنت، اثناء الاكتويشن لما البيشنت يضغط يعني على الدي بي اي بتخرج متر الدوز، دوز محسوبه عارف كميتها قد ايه. طيب اكزامبلز للاورال انهاليشن باودر، الادفير ديسكس طبعا 100 على 50 250 على 50 500 على 50، دول فيهم فلوتيكازون بروبيونيت، عندي كمان سالمترول، ده دول التو اكتيف كونستيتوينتس الموجودين في الادفير ديسكس، ودول بنستخدم الاورال انهاليشن باودر ده از برونكو دايليتور في حالات الازمه. عندي كمان اكزامبل تاني اللي هو فوراديل ايرولايزر، ده هنا الفورمولا بتكون موجوده في صوره كبسول، كبسول دوزج فورم فور اورال انهاليشن، موجود في الصيدليه اسمه فوراديل كبسول، ده افيلبل فور اورال انهاليشن. الماده الفعاله اللي موجوده فيه اسمها فورموتيرول فيوماريت، وده برضو برونكو دايليتور في التريتمنت اوف ازما. عندي زنامافير ده فور انهاليشن، التريد نيم اسمه ريلينزا، وده بستخدمه في التريتمنت اوف انفلونزا، وده شكل الادفير ديسكس، ودي مستورده موجوده في الصيدليه، ده اكزامبل للدراي باودر انهالر اللي انكلودد جواه بيبقى عندي الانهاليشن او الاورال انهاليشن باودر، وده اكزامبل للفوراديل ايرولايزر، وده هتلاقي فيه في الصيدليه كبسول اسمه فوراديل، وده بستخدمه في الجهاز دوت. طيب ما دام قلنا او اتكلمنا على المتر الدوز او الدراي باودر انهالر، مهم قوي ان احنا نشوف النوع التاني بقى اللي هو المتر الدوز انهالر. والمتر الدوز انهالر الفورمولا اللي جوه الديفايس ما بتكونش باودر، لا ده يبقى عندي ليكويد ديسبيرشن غالبا. المتر الدوز انهالر بيتكون من 3 اجزاء، ايه هم بقى؟ الكانستر، ودي الكونتينر اللي بحط فيه الفورمولا، ده بيكون دايما يا اما متصنع من الومنيوم او ستانلس ستيل. عندي مترنج فالف، المترنج فالف ده لما البيشنت بيعمل اكتويشن او بيضغط على المتر دوز انهالر زي ما هنشوف كمان شويه، ده بيخلي او المترنج فالف ده بيتحرك، وبالتالي الاو المترد كوانتيتي اوف فورميوليشن هي تبدا تخرج مع كل اكتويشن. عندي اكتويتور او الماوس بيس، وده الاو البيشنت ان هو اوبريتد ديفايس، وده دايركت الايروزول انتو البيشنت لونج. تعالوا نبص كده على الاجزاء المختلفه للمترد دوز انهالر. زي ما انت شايف اهو الكانستر دي العلبه اللي بيبقى فيها الفورمولا، وعندي كمان المترنج فالف اهو، لما بتبدا تضغط على الكانستر دي المترنج فالف ده بيتحرك زي ما انت شايف اهو، دي المترنج فالف بيتحرك حركه معينه تخرج لي الدوز من الايه من الماوس بيس. يبقى انا عندي كانستر، عندي مترنج فالف، عندي ماوس بيس.
تمام. طيب الفورملا هنا اللي جوه الكنستر اللي جوه الكونتينر دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من دراج، بتتكون من ليكويفايد جاز بروبيلنت، وهنا زي ما قلنا البروبيلنت ده عباره عن كومبريسد او هاي بريشر جاز بيعمل درايفنج للفورملا من خلال النوزل. طيب عندي في بعض الاحيان بيكون عندي كمان ستابلايزنج اكسيبيانز، يبقى لما نيجي نقارن بين المتر دوز انهالر والدراي باودر انهالر، لا انا في الفورمولا بتاعت الدراي باودر انهالر بيبقى عندي الدراج والكارير بس ما عنديش بروبلنت، تمام. طيب لما اجي استخدم او ادي للبيشنت انستراكشن ان هو يستخدم المتر دوز انهالر، هنا بنقول له ان هو يعمل بريس داون على التوب اوف كانستر، زي ما انت شايف اهو بيعمل بريسنج داون على التوب اوف كانستر، تمام، باستخدام السامب، وده في نفس الوقت بيكون عامل سبورتنج لللور بورشن ويز او اللور بورشن اوف اكتويتر، تمام. بص كده لما بيبدا البيشنت يعمل اكتويشن للديفايس ده ريليز سنجل متريد دوز اللي فيها الدراج سواء ديزولفد او سسبندد في البروبيلنت، زي ما انت شايف اهو بيعمل بريسنج على التوب اوف كانستر سبورتنج الاكتويتر سبورتنج، شايفين. وهنا مثلا ساعات بيبقى عندي سبيسر عشان يبقى في سبيس بتوين الكنستر والماوس، يا اما على طول بستخدم المتر دوز انهالر وزاوت سبيسر. ده اكزامبل ليه متر دوز انهالر كونتيننج مايكرونايز ميديكيتد باودر وانرت بروبيلنت، كل دوز ديليفرد ثرو الماوس بيس ابون اكتيفيشن اوف ايروزول يونت فالف. وشفنا دلوقتي او دي صوره بتوضح لي الاجزاء المختلفه اللي بيتكون منها المتر دوز انهالر. طيب نيجي بعد كده للباودر بروسيسز، ونيجي ليه اول بروسيس عندنا، ودي بروسيس بستخدمها اثناء الهاندلنج اوف باودر. بمعنى ايه؟ وانا بحضر باودر، وانا بحضر تابلتس، وانا بحضر كبسولز، هل انا بعمل سايز ريدكشن، بعمل ميكسينج، بعمل بليندنج؟ مهم قوي ان انا افهم طبيعه البروسيسز دي. ودي هندرسها بالتفصيل في الاندستريال فارماسي، بس هناخد عليها هنت سريع دلوقتي. اول بروسيس هنتكلم عليها هي السايز ريدكشن او الميلينج او الجريندنج او بنسميها الكومينيوشن. طيب كلنا في المعمل عملنا عمليه السايز ريدكشن دي باستخدام المورتر والبسل. انا لما بتبدا تستلم الباودر اول خطوه بيقول لك اطحن الباودر ده، فانت بتعمل جريندنج للباودر عشان تقلل البارتكل سايز عشان لما تيجي تعمل ميكسنج بعد كده يكون مور افيشنت، تمام. يبقى انا بعمل جريندنج او على سمول سكيل باستخدام المورتر والبسل، زي ما انت شايف طبعا ده بورسلين مورتر وبسل، وده عندي جلاس مورتر والبسل بتاعته، تمام. طيب لو انا عايز فاين بارتكل سايز، عايز فاينر جريندنج اكشن، بستخدم مورتر لي راف سيرفيس زي البورسلين مورتر. لو انا عايز ميديوم بارتكل سايز استخدم مورتر لي سموث سيرفيس زي الجلاس مورتر. هنا الجريندنج او اثناء السايز ريدكشن اوف دراج في المورتر عشان اقلل البارتكل سايز ده او البروسيس دي بسميها تريتوريشن او كومينيوشن. طيب على لارج او لو انا شغال على لارج سكيل في مصنع، لا طبعا ما يبقاش عندي مورتر والبسل، لا ده انا بيبقى عندي اجهزه اكويبمنت بنسميها ميلز او بلفرايزرز، دول بستخدمهم عشان اصغر او اقلل البارتكل سايز. يبقى دي اول بروسيس عندنا هي الكومينيوشن او السايز ريدكشن، وهندرسها بالتفصيل بعد كده في الاندستريال فارماسي ان شاء الله اخر سنه. عندنا بروسيس تانية اسمها الليفيجيشن، ودي انت عملتها وانت بتحضر او البروسيس دي استخدمتها وانت بتحضر الاوينتمنت. دايما الليفيجيشن بستخدمها اون سمول سكيل بروسيدجرز وانا بحضر اوينتمنت وانا بحضر سسبنشنز عشان اقلل البارتكل سايز واقلل الجريتنس بتاع الادد باودر. فكنا بنجيب الباودر وبنجيب الليفيجيتنج ايجنتس وبنبدا نعمل لهم ليفيجيشن مع بعض لحد ما يتكون سموث بيست، والسموث بيست ده بعد كده ابدا اعمل له انكوربريشن جوه البيس بتاعتي. يبقى بيتكون عندي سموث بيست فورمد باي كومباينيشن بتوين الباودر وسمول اماونت اوف ليكويد، ده الليفيجيتنج ايجنتس اللي كنا دايما بنقول مهم ان هو يكون ليه ايكوال اماونت، تزيد حاجه بسيطه تقل حاجه بسيطه، ده ديبند على وانا شغال ببقى شايف قدامي ايه.
بس مهم قوي ان الليفيجيتنج ايجنت الباودر اللي فيه او الدراج اللي انا بعمل معاه او بعمل له انكوربريشن فيه، مهم قوي ان الباودر ده يبقى ايه انسوليبل، عشان اتفقنا خلاص عشان يحصل ريليز او افيشنت ريليز للدراج. البيست بعد كده ببدا اعملها تريتوريشن عشان اقلل البورتكل سايز. اشهر تو ليفيجيتنج ايجنتس هما المينرال اويل والجليسرين، وزي ما اتفقنا بعمل ليفيجيشن بمينرال اويل لو البيز بتاعتي اوليجينس او اويلي او هيدروفوبيك، وبعمل ليفيجيشن بالجليسرين لو البيز بتاعتي هيدروفيليك. تمام، نيجي للبروسيس اللي بعد كده وهي البلندنج او الميكسنج. هنا لو انا عندي تو اور مور باودر سبستنس عايز اعمل لهم ميكسنج كويس، طب وانا هنا الميكسنج او بحتاج ان انا اعمل ميكسنج ليه؟ بحتاج ان انا اعمل ميكسنج لان بيبقى عندي مثلا لو انا بحضر تابلت او حتى باودر فبيبقى عندي دراج وعندي ديفرنت اكسيبينت زي ما اتفقنا، فمهم قوي ان الدراج ده ايفنلي ديستريبيوتد في كل البلك باودر او في كل الباودر اللي عندي، يبقى الدراج ايفنلي ديستريبيوتد. ليه؟ لان انا بعد كده هعمل باكجينج، مثلا هعمل باكجينج للباودر ده في ساشيتس، فانا لو انا عامل ميكسنج مظبوط فيبقى عندي اكوريت دوزنج، على عكس لو انا عامل ميكسنج اي كلام فهتلاقي الدراج بيتجمع في بعض الساشيتس وساشيتس تانية ما فيهاش دراج، وده ما ينفعش. زائد كمان عملية الميكسنج بتخلي لي البرودكت بتاعي مور يونيفورم. طيب لو انا عندي زي ما اتفقنا تو مور باودر سبستنس عايز اعمل لهم ميكسنج كويس، مهم قوي ان انا اقلل البارتكل سايز اوف ايتش باودر انديفيدوالي قبل ما اوزن وقبل ما اعمل ميكسنج، لان احنا قلنا في قاعدة عندنا بتقول ان الميكسنج بيكون مور افيشنت لما البارتكل سايز بتاع الباودرز اللي انت بتعمل لهم ميكسنج يبقى مور يونيفورم او قريب من بعضه. طبعا ديبندنج على النيتشر اوف انجريدينت، ديبند على الاماونت اوف باودر، ديبند على الميكسر او الاكويبمنت اللي انت تستخدمه عشان تعمل ميكسنج، ببدا اعمل ميكسنج للباودر باكتر من ميكانيزم هنتكلم عليهم كلهم دلوقتي. عندي 4 ديفرنت ميكانيزمز اوف ميكسنج، ممكن اعمل سباتوليشن فده يساعدني في الميكسنج، ممكن اعمل ميكسنج باي تريتوريشن، ممكن اعمل ميكسنج باي سيفتنج او سيفنج، ممكن اعمل ميكسنج باي تامبلنج. تعالوا نشوف ميكانيزم. سباتوليشن جايه من سباتولا، فانا هنا بعمل بلندنج لسمول اماونت اوف باودر باي موفمنت اوف سباتولا اوفر زم على شيت اوف بيبر زي ما انت شايف كده اهو. بجيب التو تايب، بجيب الباودر الاولاني والباودر الثاني وبسباتولا ببدا على هوريزونتال سيرفس ابدا اعمل ايه، ابدا اعمل ميكسنج. طبعا دي مش افيشنت، ولو انا شغال على لارج سكيل طبعا مش هتبقى افيشنت يعني، بس ليها بعض الابلكيشن. تعالوا نشوف دلوقتي السباتوليشن بنستخدمها امتى. طبعا السباتوليشن مش مناسبه لو انا عندي كميات كبيره من الباودر او باودر فيه بوتنت دراج، الدراج عندي هنا بوتنت دراج، ما ينفعش اعمل ميكسنج بيه الشكل ده لان هنا الميكسنج ما بيبقاش افيشنت بالشكل اللي انا عايزه. ما عنديش هوموجينس بلندنج باي سباتوليشن، يبقى ميكسنج كده زي ما بنقول على الماشي يعني، تمام كده. فما ينفعش يبقى عندي بوتنت دراج ابدا اعمل له ميكسنج باي سباتوليشن ميكانيزم. طيب هنا بحتاج امتى بقى او ايه الابلكيشن ما دام يعني الميكسنج بتاع والميكسنج باي سباتوليشن مش افيشنت، ايه الابلكيشن يعني؟ طيب الابلكيشن ان انا في بعض الاحيان عندي او في بعض الباودرز بنسميها الايوتكتيك باودرز او الايوتكتكس. ايه الايوتكتيك باودر بقى دول؟ بيبقى عندي تو باودرز، لما يحصل دايركت كونتاكت بين التو باودرز دول يحصل لهم مع بعض ليكويفاكشن، يعني تحط باودر ده على الباودر ده تعمل لهم ميكسنج في مورتر تلاقي البرودكت مفروض باودر، لا تلاقي البرودكت ايه ليكويد. كويس كده. طيب الايوتكتيك باودر دول اعمل لهم ميكسنج بالشكل العادي بمورتر وبيسل ازود الدايركت كونتاكت بينهم يعني؟ لا طبعا. في الحاله دي انا محتاج اعمل فيري لايت كومبريشن او فيري لايت كومباكشن على الباودر، ده بيتم باستخدام السباتوليشن. يبقى انا ممكن اسالك الايوتكتيك باودرز او الايوتكتيك ميكتشر اعمل لهم ميكسنج ازاي؟ باي تريتوريشن؟ لا طبعا. باي تامبلنج؟ لا طبعا، لان كل ده بيزود الكونتاكت فيحصل ليكويفاكشن. امال ايه باي سباتوليشن؟ اشمعنى؟ لان في السباتوليشن بعمل فيري لايت كومبريشن فيري لايت كومباكشن على الباودر، يبقى ده مناسب ان انا او السباتوليشن دي عمليه ميكسنج او بروسيدور لميكسنج سوتابل اونلي فور ميكسنج سوليد سبستنس اللي بتكون لي ايوتكتيك ميكتشر او بيحصل لهم ليكويفاكشن لما يكونوا قريبين من بعض او يحصل برولونجد كونتاكت ويز وان انذر. طيب عشان
اقلل تبعات المشكله دي او اقلل المشكله بتاعه الايوتكتيك باودرز. هنا الباودر بريبيرد فروم ساتش سبستانس اللي هو الايوتكتيك ببدا اعمل له ميكسنج في وجود دراينج ايجنت، في وجود ادزوربنج ايجنت ادزوربنت، في وجود انرت ديلوانت زي لايت ماجنيسيوم اوكسايد او المغنيسيوم كربونات. تمام كده؟ يبقى انا لو عندي باودر A وباودر B الاثنين دول ايوتكتيك، فمهم ان انا اعمل لهم ميكسنج باي سبيتوليشن في وجود انرت ديلوانت. ليه؟ عشان بيعمل سبريشن للتو ايوتكتيك باودر دول فيزيكالي. تمام؟ طيب عندي البروسيدور الثانيه للميكسنج هي التريتوريشن. والتريتوريشن اقصد بيها ان انا بعمل كومينيوشن with mixing، يعني بعمل size reduction مع mixing. وده طبعا انت برضو عملته في المعمل، كنت او بيتقال لك مثلا خد الباودرز دول ويحطهم في الموتر في المورتر وابدا اعمل كومينيوشن او اعمل تريتوريشن. كان يقول لك كده في البروسيدور تريتوريت زوز باودرز with each other، تريتوريت كانه بيقول لك اعمل size reduction وميكسنج مع بعض. يبقى انا هنا لو عايز simple mixture بدون سايز ريدكشن فممكن استخدم الجلاس مورتر ومفيش مشكله، لكن لو انا عايز اعمل ميكسنج كويس جدا والميكتشر ده يبقى ليه فاين بارتكل سايز استخدم البورسلين مورتر. طيب لو انا عندي سمول اماونت اوف بوتنت سبستنس بوتنت دراج عايز اعمل لهم ميكسنج مع لارج اماونت اوف ديلوانت، يعني بحضر تابلت مثلا، فانا عندي انكلودد او اهم اكسبيرينس عندي هو الديلوانت لان البوتنت سبستنس كميتها صغيره فمش هتديني حجم التابلت اللي انا عايزه، فمهم قوي ان انا اعمل ميكسنج مع ديلوانت، هو ده اللي بيدي الباودر البالكنس او الحجم بتاعه. فمهم ان انا اشتغل بميكانيزم اسمه ايه بقى، جيومتريك دايليوشن ميكسنج. جيومتريك دايليوشن ميكسنج عشان اضمن ايه، اضمن يونيفورم ديستريبيوشن اوف بوتنت دراج جوه التابلت. هنا الميثود دي انديكيتد لما يبقى عندي بوتنت سبستنس ومعايا اكسبيرينس عايز اعمل لهم ميكسنج كويس ليهم نفس اللون. يعني ايه ليهم نفس اللون؟ لان ده معناه ان الفيزيبل ساين اوف ميكسنج از لاكينج. ايوه طبعا، يعني لو عندي البوتنت دراج ده لونه ابيض والديليوانس برضو لونه ابيض، فلما تيجي تعمل ميكسنج مش يعني مش هقدر احكم بعيني. تمام كده؟ فمهم قوي ان انا اكون عامل ميكسنج كويس عشان اكون مطمن اعمل ميكسنج باي جيومتريك دايليوشن ميكسنج. وفي الجيومتريك دايليوشن ميكسنج هنا بنقول بيتم الباودر ميكسنج، او لو انا عندي ان ايكوال سايز، يعني مثلا عندك دراج وزنه جرام وديليوانت 100 جرام، فهنا بعمل ايه، بقول ستارت ويز ذا ليست اماونت، كويس كده، الواحد جرام، وهات ادوا 1 جرام من الديليوانت واعمل لهم ميكسنج كويس، بقى عندك 2 جرام، هات كمان 2 جرام من الديليوانت، 2 و2 ميكسنج، بقى عندك 4 وهكذا. يبقى when powder of mixing او انا عندي unequal size لي 2 powder ببدأ بالsmaller amount. تمام كده؟ ببدأ اعمل mixing واعمل trituration with an equal amount of the other substance. تمام؟ المكتشر ده is mixed with an equal amount of the larger amount وهكذا. يبقى انا ببدأ بالsmallest amount واخد جزء قدها من the other substance وابدأ اعمل mixing واخد جزء قدهم وهكذا. ده بيضمن لي ان انا عملت efficient incorporation of potent substance جوه الايه، جوه الديلوانس. طيب عندي كمان ميكانيزم تاني للميكسنج وهو السيفتنج او السيفنج. خلي بالك عمليه ان الباسنج اوف ذا باودر من خلال السيف اسمها سيفتنج او سيفنج. هنا الباودر برضو ممكن اعمل له ميكسنج باي باسنج الباودرز اللي انا عايز اعمل لهم ميكسنج مع بعض من خلال سيفترز او سيف، شبه السيفز اللي بنستخدمها في الكيتشن عشان نعمل سيفتنج للفلور او الدقيق يعني. طيب السيفتنج او السيفنج البرودكت ده بيكون لايت وفلافي برودكت مش اكسبتبل فور انكوربريشن اوف بوتنت دراج. عايز يقول لك ان الميكسنج هنا ما بيكونش هوموجينس، الميكسنج هنا بيكون انكوريت. طبعا انا حاطط كل الباودرز اللي عندي كل الكومبوننت الدراج والاكسبيرنس فوق السيف وببدا احرك السيف فالباودر بينزل، طبعا الميكسنج هنا مش افيشنت. طيب عندي ميسو التانية لي ميكسنج الباودر ان انا ببدا اعمل تامبلنج للباودر. تامبلنج يعني ايه؟ تامبلنج لما تيجي الترجمه كده معناها حركه بهلوانيه، وهنشوف يعني ايه الكلام دوت. في روتيتنج تشامبر، في كونتينر بيلف،
عندي بقى سمول سكيل ولارج سكيل موتورايزد باودر بلندرز بستخدمهم عشان اعمل ميكسنج لل او ميكسنج للباودر باي تامبلينج. تمام، الميكسنج باي ذيس بروسيس بتكون مور اكيوريت لكن بتكون تايم كونسيومينج، بتاخد او بتستهلك وقت. هي دي او هم دول اشهر بلندرز اللي هم وركس باي تامبلينج، دول الوايدلي امبلويد في الصناعه او في المصانع، بالاضافه للميكسرز اللي بتستخدم موتورايزد بليدز عشان تقلب الباودر. تعالوا نشوف الشكل ده بقى. ادي التامبلينج ميكانيزم، بيبقى عندي هنا في شيبد ميكسر، بفتح من هنا ومن هنا، احط الباودر بتاعي واقفل كويس، وبعد كده اشغل، بيبدا يحصل تامبلينج. الفي شيبد ميكسر ده بيلف، فيحصل ايه بقى؟ الباودر الاول بيبقى هنا، لما يلف الباودر بيتقسم هنا وهنا، تمام، وبعد كده يلف تاني فالباودر يرجع وهكذا. ده بنسميه تامبلينج موشن للباودر. ده نوع. في نوع تاني اللي بيستخدم او الكونتينرز او ميكسرز فيها موتورايزد بليد، بيلف البليدز دي بتلف، هي اللي بتعمل لي ميكسنج للباودر، سواء ده او ده. هم دول اللي موجودين في المصانع واشهرهم التامبلينج ميكسرز. تمام، المشاكل بقى او البروبلمز اللي بتواجهني اثناء عمليه الميكسنج. عندي اول مشكله هي السجريجيشن او الدي ميكسنج. خلي بالك كلمه سجريجيشن عكس ميكسنج، يعني بيحصل سيبريشن لديفرنت كومبوننت اوف بلند. سجريجيشن دي بتحصل نتيجه ايه؟ نتيجه السيفتنج او بركليشن، نتيجه الاير انترابمنت، نتيجه البارتكل انترابمنت. وغالبا السيفتنج او السجريجيشن بتتم نتيجه البارتكل انترابمنت او الداستنج. بص كده، ادي عمليه السجريجيشن حصلت ليه؟ نتيجه ان انا ما عملتش سايز ريدكشن بيفور ميكسنج، فاستخدمت او انا عندي الميكشر عباره عن اكسيبيانت مثلا لي لارج بارتكل سايز، اكسيبيانت تاني لي فاين بارتكل سايز، فحطيتهم في الميكسر عشان اعمل ميكسنج، فلقيت الفاين باودر بدا يعدي من خلال الكورس بارتكلز ويستقر في البوتوم اوف كونتينر واللارج بارتكلز فوق. لو قعدت تعمل ميكسنج للصبح هتلاقي الشكل ده قدامك. يبقى مهمه قوي خطوه السايز ريدكشن بيفور الميكسنج. احنا بنقول اهو الفاين بارتكلز بيبقى عندها تندنسي تو سيفت اور بيركوليت، تعدي من خلال الكورس بارتكلز وتستقر في البوتوم بتاع الكونتينر، واللارج بارتكلز هيكونوا موجودين على الايه؟ موجودين على السيرفس. ده كده بيديني انديكيشن ان مفيش ميكسنج. يبقى دي هنا او من هنا بيجي اهميه السايز ريدكشن بروسيدجر. طيب المشكله اللي بعد كده الايوتكتكس، ودي اتكلمنا عليها من شويه، ان انا عندي الباودرز بتكون او سام باودرز، مش كلهم يعني، بعض الباودرز بتكون مور او بيكونوا ستيكي او بيستي، او بيحصل لهم ليكويفاكشن لما اعمل لهم ميكسنج توجذر. عشان احل المشكله دي زي ما قلنا بعمل ميكسنج لي الايوتكتيك باودرز دول ويز بالكي باودر ادزوربنت، يبقى عندي دراينج ايجنت او ادزوربنت زي اللايت ماجنيسيوم اوكسايد او المغنيسيوم كربونات. كمان لما اجي اعمل تريتوريشن او اعمل ميكسنج لي او اعمل سايز ريدكشن لي الباودرز دول، استخدم الاسباتيوليشن، وده اللي احنا قلناه من شويه، سباتيوليشن بروسيدجر، عشان اعمل ميكسنج راذر ذان ما استخدمش المورتر والبيسل، لان المورتر والبيسل هيزودوا لي الكونتاكت تايم وبالتالي يحصل ليكويفاكشن. عندي ابروتش تاني ان هو بيقول لك حط الباودرز دول مع بعض وكون الايوتكتيك ميكتشر وخلي الليكويفاكشن يحصل، وبعد كده ادزورب البيست او الليكويد ده على بالكي باودر. لكن الابروتش الافضل هو اللي فات الاولاني، ان انا في البدايه اضيف البالك او الادزوربنت باودر ده على الايوتكتيك وابدا اعمل سباتوليشن. في اوبشن تاني ان انا ممكن اعمل ديسبنسنج للانجريدينتس دي سبريتلي، يعني لو انا عندي تو ايوتكتيك دراجز انكوربريتد عندي في الدوزج فورم، فبيقول لك حط كل دراج منهم في بليسترز او في كونتينرز مختلف عن الكونتينر التاني، ولما البيشنت يجي يستخدم ده مع ده، هو اللي يعمل ميكسنج جاست بيفور يوز. اكزامبلز للايوتكتيك ميكتشرز، طبعا يعني الجدول ده كله فيه اكزامبل للايوتكتيك، بس انا يهمني اللي انا عامل عليهم ايه دواير دول. الاسبرين مثلا اكزامبل للايوتكتيك باودر، الكامفر، المنسول، الفينول. تمام، طيب
نيجي للبروبلمز اللي بعد كده. عندنا حاجه اسمها الهايجروسكوبيك والديليكويسنت باودر. ده طبعا مش كل الباودرز بيبقى فيه اكزامبلز معينه، مهم قوي ان انا اعرف النيتشر اوف باودر قبل ما اعمل الميكسنج او سايز ريدكشن. عندي الهايجروسكوبيك باودر، ودول باودر بيعملوا ابزوربشن للمويستشر من الاير. وعندي كمان الديليكويسنت باودر برضو بيعملوا ابزوربشن للمويستشر من الاير لدرجه ان بيحصل لهم بارشلي او توتالي ليكويفاكشن. اقدر احل المشاكل دي ازاي؟ اقدر احلها هنشوف دلوقتي ان انا بس برضو بستخدم دراينج بالكي اكسيبينز او ادزوربنز. طبعا البروبلمز دي لو انا عندي هيجروسكوبيك اند ديليكويسنت باودر، ده بيخلي الباودر ده مش اكسبتبل بالنسبه للبيشنت، وكمان بيبقى البيشنت مش هيقدر يستخدمه. لازم اعمل اوفركامينج للباودر بروبلمز دي عشان يبقى اكسبتبل باي بيشنت ويوزبل ويقدر يستخدمه. البيست ابروتش طبعا مهم قوي ان انا افهم بقى في كل الباودر بروبلمز دي المشكله طبيعتها ايه واحلها ازاي. هنا بعمل dispensing للingredients في tight container طبعا عشان ما يحصلش absorption للmoisture من الاير، واعمل incorporation لdesiccant packet or capsule when necessary. شفتوا السيليكا باودر دي؟ ايوه بعمل incorporation للسيليكا جيل او للساشتس ده، في كمان موجود مع الباودر. هنا كمان البيشنت should be instructed to store the powder in dry place، يعني ما يفتحش الكونتينر ويسيبه مفتوح فترة طويلة، لا مهم قوي ان هو يعمل ستورج للباودر في دراي بليس تايتلي كلوزد كونتينر عشان اقلل الاكستنت اوف هايجروسكوبيك والديليكويسنت باودر بروبلم. هنا الكومباوندنج او الفورميوليتر او الفارماسيست اللي بيحضر ممكن يعمل دايليوشن للباودر ويز انرت دراينج باودر، وده الحل دايما عندي ان انا اعمل انكوربريشن للانرت دراينج باودر. ده هيقلل لي الاماونت اوف سيرفيس اريا اكسبوز تو مويستر. طبعا يعني انا لما يبقى عندي دراج مثلا 1 جرام والدراج ده ديليكويسنت دراج واحطه زي ما هو كده في الكونتينر، طب ما هم ال1 جرام هم دول اللي هيعملوا ابزوربشن دي المويستر من الاير. لكن لما اعمل ميكسنج ويز انرت دراينج باودر بديلوانت اخفف اضيف على ال1 جرام ده مثلا 50 جرام من ديلوانت معين، طبعا ده بيقلل لي السيرفيس اريا بتاعه الدراج الاكسبوزد للمويستشر. طب ايه موضوع الديسكنت اللي انا بضيفه ده؟ ده عباره عن هايجروسكوبيك سبستنس انديوس اور سستيند ستيت اوف دراينس او بيحصل ديسيكيشن في سراوندنج اريا، ده عكس الهيوميكتنت. يعني هنا او دايما لما تيجي تشتري مثلا شنطه تشتري اي حاجه فتلاقي انكلودد فيها الايه الباكجز، ليه؟ عشان لو في اي مويستشر كونتنت السيليكا جيل هي دي اللي بتبدا تعمل له ابزوربشن مش الايه مش البرودكت بتاعك فما يحصلش ديتيريوريشن. خلاص كده يبقى الديسيكنس عباره عن سوليدز بتعمل ابزوربشن للمويستشر كونتنت الموجود في الاير. اكزامبل للهيجروسكوبيك والديليكويسنت باودر تعرفهم كويس الافيدرين سلفيت الايرون والامونيوم سيتريت والصوديوم نيتريت. كمان عندي مشكله كمان لو انا عندي افلوريسنت باودر. الافلوريسنت باودر ده عباره عن كريستالاين باودر في ووتر اوف هيدريشن او ووتر اوف كريستاليزيشن. طيب الووتر ده بيحصل له ليبريشن اثناء المانيبيوليشن الغلط او اثناء الاكسبوجر تو هاي تمبريتشر او لو هيوميديتي انفايرمنت. لو ده حصل تمام كده، يعني انا عندي باودر بيبقى فيه في الاستراكشر بتاعه ووتر اوف كريستاليزيشن زي مثلا في السيتريك اسيد، كويس كده، فالباودر ده لو حصل ليبريشن للووتر دي فبيبقى ستيكي وبيستي وممكن يحصل ليكويفاكشن. احل المشكله دي ازاي؟ عندي حلين. الابروتش الاولاني ان انا استخدم الانهيدروس سولت فورم اوف ذا دراج، يعني هتلاقي عندك مثلا لو عندي لاكتوز ولاكتوز مونو هيدريت وانهيدروس لاكتوز فاستخدم الانهيدروس لاكتوز مثلا لو انا بتكلم على اللاكتوز. وفي بعض الدراجز برضو لا ادور اشوف لو انا استخدمت الانهيدروس دراج هل ده هياثر على البوتنسي، هل في فرق في الفارماكولوجيكال اكشن بين الانهيدروس فورم والهيدريتد فورم. والله لو مفيش فرق استخدم الانهيدروس فورم. طب لو في فرق ادخل على الحل التاني او الميثود التانية ان انا استخدم دراينج بالكي باودر وهو ده، او استخدم لايت يعني اعمل انكوربريشن للدراينج بالكي باودر ده باستخدام لايت نون كومباكتنج ميثود اوف ميكسينج للباودرز دول. اكزامبلز على الافلوريسنت باودرز السيتريك اسيد الكوداين والتربين
هيدريت. المشكله اللي بعد كده الاكسبلوزيف ميكتشرز، وهنا الاكسبلوزيف ميكتشرز في بعض الباودر لما اعملها كومباينيشن يحصل رياكشن عنيف جدا، نتيجه الرياكشن ده يحصل اكسبلوجن. في الحاله دي بضطر ان انا ادي للفورميليتور اللي بيحضره البيشنت سبيشال بريكوشن عشان ما يحصلش الايه الاكسبلوجن ده، زي مثلا لو واحد شغال بالفوسفورس، حد شغال بالنايتريت. طيب ازاي اقدر اعمل انكوربريشن للليكويد؟ عندي بروسيدجرز او اكتر من بروسيدجر. في بعض الاحيان الليكويد ده هو بيكون الاكتيف انجريدينتس وعايز احمله او اعمله لودنج على باودر، تمام؟ يبقى انا هنا عايز اعمل انكوربريشن لليكويد انتو دراي باودر، ده ممكن اعمله او عن طريق ان انا اعمل ادزوربشن للليكويد انتو انورت ماتيريال زي كارير او ادزوربنس. تاني انا عايز الليكويد بتاعي اللي هو ممكن عبارة عن اكستراكشن مثلا، بلادونا اكستراكشن مثلا عندي سبازمودك، الليكويد ده انا عايز اعمل له انكوربريشن انتو دراي باودر. ده بيتم عن طريق ان انا بعمل ادزوربشن للليكويد ده على inert material, inert carrier, inert adsorption, adsorbent. زي مين؟ زي اللاكتوز مثلا، زي الستورش، وبعد كده ابدا اعمل جيومتريك دايليوشن ميكسينج انتو بولك باودر. طيب مهم قوي ان الليكويد ده احضر منه تينكتشر، احضر منه الكحوليك سوليوشن، ولما اجي ابدا اضيف الليكويد ده على الباودر ما اعملش بورنج عشان ما يتكونش عندي بيست او عجينه يعني، لا ده انا اعمل سبراينج للليكويد ده ايفنلي على الباودر، تمام؟ ميزه الالكوهوليك سوليوشن ان الكحول او اي اورجانيك سولفنت هقدر اعمل له ايفابوريشن بسهوله، وبالتالي هيتكون عندي او ليفنج الانجريدينت يونيفورملي ديسبيرسد. طيب الميثود دي مناسبه لو انا عندي هاي بوتنسي دراج او هاي بوتنت دراج، او لو انا عايز اعمل انكوربريشن لفلافرنج ايجنت مثلا موجود في صوره ليكويد على الباودر. يعني انا عندي باودر اورال باودر مثلا، هدي للبيشنت اورالي بس الباودر ليه بيتر تيست، فعايز اضيف فلافرنج ايجنت بس الفلافرنج ايجنت ده موجود في صوره ليكويد، فبحضر منه الالكوهوليك اكستراكت او الكوليك سوليوشن من الفلافرنج ايجنت ده، وابدا ارشه اعمل له سبراينج على الايه على الباودر بتاعي. يبقى الميثود دي مناسبه ليه؟ ان انا اعمل سبراينج عشان ما يحصلش كلامبرنجز للاكتيف انجريدينت على الباودر بلند. نفس الكلام لو عندي اكتيف انجريدينت بوتنت دراج موجود في صوره ليكويد، بحضر منه الالكوهوليك سوليوشن وابدا ارشه على ادزوربنت باودر، تمام؟ طيب